السوداء أختي. يا أختي طمنيني، أنت كيف صرتي؟ أنت صار لك يومين ما طلعتي من غرفتك. عادي، لا تاكلي همي، أنا بس صايبني صداع شوي قوي. مو صحيح، مبين عم تفكري بإيشكي. أنت قلقانة إنه اللي عم تعمله إيشكي ممكن إنه يخلق مشاكل بينه وبين آهن، صح؟ بس اطمني، ما رح يصير أي شيء، لأنه ابني أهان بيحبها لإيشكي كتير. بس هو بيحب ستو أكتر من أي شيء. أنا عن جد بوثق بأهان، مع هيك أنا لساتني قلقانة من إنه يصير شيء. هن متزوجين من مدة قصيرة، وإيشكي مضطرة أنها تكذب عليه بس مشان تقدر تساعدك. هاد كله خطأ، أنا عيلتي وولادي كلهم بيكرهوني، ويمكن هلأ أنتي. لا لا أختي، أنا ما كان هيك قصدي. أنا بعرف إنه إشكي معاه كل الحق باللي عم تعمله، وأنتي بتستحقي تكوني مع أولادك، بس هي أول مرة إشكي بتكون فرحانة هالقد. بتمنى ما تخسر كل شي فجأة. وأنا عندي نفس الخوف، لأنه مرت عمي إنساني ماكرة كتير، هي ولا مرة عاملتني إني كني أو بنتي إلها، وعاملت إيشكي مثلي. بس مشان سعادة أهان هي قبلت إنه تزوجهم، بس ما رح تخلي إيشكي تكون سعيدة بهداك البيت أبداً. مشان هيك إذا انكشفت حقيقة حماتي هلأ هالشي رح يكون منيح، مو بس إلي، ومشان سعادة إيشكي كمان. ومع هيك أنا خايفة كتير، إذا حماتك عرفت إنه إشكي ورا كل الشي اللي عم يصير، هي رح ترميها برا البيت وتخلص منها. خلي إيمانك بالرب كبير، ما رح يصير شي سيء. أنا بدي إياكن أنتو الثلاثة توعدوني إنه ما تحكوا لحدا شي من اللي انكشف اليوم، ولا حتى لسونالي. أنا حضرت لكل شي بدقة كبيرة، بس ستي قلبت الخطة كلها لصالحها، وفوق هيك إي في إم بهدلني قدام الكل. ستي بديانا كلنا نطلع نتعشى برا. حط وشم على ايدك وكتب عاشق الجدة. بدل ما تتفهم الموقف اللي صار وتساعد ستي، هي عم تاخد موقف. شو هالقصة الكبيرة إذا أنا عصبت عليها شوي؟ هالشي عادي بالحب. هو ما عم يبين لي إنه بحبني ولا مرة، بس دائما جاهز إنه ياخد موقف. إيه ماشي، وأنا كمان رح آخد موقف وإزعل. أي ساعة لازم نروح؟ 7 المساء. بتكبر. رح شوفك 7 إلا ربع. بس استني شوي. معقولة لساتها زعلانة مني واخدة موقف؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.